عليكم ورحمة الله وبركاته. من ساعة ما نزلت الفيديو للصف الثالث والصف الرابع والصف الخامس وبكمل في الباقي، وناس كتير عمالة تسألني أسئلة أنا شايف إنها سابقة لأوانها. كل اللي قلناه إن الموضوع هيبان يوم الاثنين يوم 13 لما وزير التربية والتعليم يطلع ويقول إزاي هنسلم البحث. من ضمن الأسئلة اللي جات لي ان في ناس عاوزة تعمل البحث مع ناس من مدرسة تاني. ما ينفعش انت بتختار حد بيكون معاك في نفس المدرسة، مش لازم في نفس الفصل بس يكون في نفس المدرسة. ده سؤال. في ناس قاعدة بتقول ان احنا هنكتب كلام من بره وهنعمل نجيب من النت وموضوع مش مستاهل. اكتر حاجة تقدروا تشتغلوا عليها صح الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي فيه كل حاجة بالنسبة لجميع الأبحاث المطلوبة، فبلاش إن احنا نزود على الطلاب وندخل نقعد كل شوية نجيب مصادر كتير وكلام كتير، لأن الموضوع مش محتاج. وزي ما قلنا قبل كده إن ولادنا كلهم إن شاء الله ناجحين ومنقولين للمرحلة الجاية. في ناس بتقول هنكتب في ورق فلوسكاب ولا ورق سادة. الموضوع مش شرط اي ورق، يعني مش موضوع مش متحدد، اكتبه في اي ورق، اهم حاجة ان احنا نعمل بحث. في ناس بتقول ان البحث في كل مادة لوحدها، ناس بتقول هنعمل في الانجليزي ولا في العربي ولا في الحساب ولا في العلوم. عاوز اقول لكم زي ما قلت قبل كده ان العناصر اللي بتتحط للطالب المفروض يتكلم عنها، البحث الواحد شامل جميع المواد. البحث هيتكتب بالعربي او بالانجليزي زي ما تيجي معاك، المهم ان انت تكتب بحث، المهم ان اسمك يتحط على بحث اللي هو الكود بتاعك. فمش شرط ان احنا نقول هنكتب كل مادة لوحدها، البحث بيجي شامل العربي والانجليزي والحساب والعلوم والدراسات من خلال اللي درستوه في الترم الاول واللي درستوه في الترم الثاني لحد يوم ما وقفته. في ناس بتسأل البحث لازم يبقى كام ورقة؟ يا جماعة هو البحث مش قصة، هي المقدمة 50 40 60 70 كلمة، و800 كلمة بتحطوهم وفقا للعناصر اللي مطلوبة منك، عنصر او اتنين او تلاتة او اربعة بنتكلم عنهم، فمش موضوع ورق ومش موضوع ان احنا نعد ورق. في ناس بتقول القوالب او النماذج اللي موجودة بتاع البي دي اف احنا نزلناها ومش عارفين نكتب عليها. يا جماعة النماذج دي هي تسهيلا ليكم من الوزارة حطتها، فاللي هيقدر يشتغل على القوالب دي سواء بي دي اف او وورد الموضوع سيان. كل اللي مطلوب ان انت بتشوف الشكل هيبقى ماشي ازاي، عشان في ناس كتير كانت بتسأل، راحت الوزارة منزلة القوالب او النماذج الجاهزة علشان تبقى سهلة في التعامل. بعد كده في ناس بتقول انا عمال افتح موقع ادمودو علشان اسجل عليه. قلنا يا جماعة ما تستعجلوش، اهم خطوة بنعملها دلوقت هي ان احنا نعمل البحث، وبعدين هنشوف موضوع التسجيل وموضوع التسليم بالنسبة للبحث يوم 13 4، يوم 13 ابريل لما الوزير يقول هتبقى ازاي آلية تسليم الابحاث. في ناس بتقول انا عمال اجيب الكود بتاعي لكن مش لاقي كود الصف. مش مهم، خليك في الكود الخاص بيك اللي قلنا بيجي ازاي من الموقع اللي تابع لوزارة التربية والتعليم، وهسيب لكم الرابط بتاعه. بالنسبة للكود الصف مش وقته خالص، احنا اللي يهمنا الكود الشخصي بتاعك. وزي ما قلنا بنجيبه ازاي، قلنا ان احنا بنجيبه عن طريق شهادة فيها الرقم القومي، بنكتب وبنختار تاريخ الميلاد وبنختار محافظة الميلاد وبيطلع لك الكود على طول. في ناس بتقول دخلت المكتبة الرقمية ومش لاقي اللي انا بدور عليه. مفيش مشاكل، كتاب المدرسة قلت ان هو مليان، ولو ما قدرتش تطلع من كتاب المدرسة وما لقيتش في المكتبة الرقمية جوجل مليان. في ناس بتقول احنا مش عارفين نعمل مع اتنين ولا تلاتة ومش عارفين نكمل خمس افراد ومش عارفين نكمل المجموعة. يا جماعة البحث ينفع لطالب وينفع لاتنين وينفع لتلاتة وينفع اربعة، بس ما نوصلش لدرجة ان احنا نعمل خمسة وستة، مش لازم. طبعا كل بحث مكتوب عليه كم طالب يعمله. طيب في ناس بتقول هي المقدمة لسبعين كلمة ولا خمسين كلمة ولا النتيجة؟ احنا ما بنقولش حاجة كده، بنقول ان المقدمة هي اللي فيها بتدي نظرة انت بتتكلم عن ايه.
لكن النتيجة اللي انت خلصت ليها مش شرط ان هي تبقى بضمن عدد معين من الكلمات. في ناس بتقول ازاي هندخل العلوم وازاي ندخل المواد التانية، قلت لكم اقروا كويس الكلام المطلوب منكم، هتلاقوا ان انتوا دخلتوا العلوم في الدراسات، ولو طلب منكم حاجة بالنسبة للرياضيات هتكتبوها، وفي الاخر بيطلب منكم كلمتين بالانجليزي. المهم يا جماعة ان انتوا تعملوا بحث. في ناس بتقول احنا مدرستنا لغات، هنكتب الساينس والماس بالانجليزي ولا بالعربي؟ يا جماعة كده ينفع وكده ينفع، كل المطلوب منك تعمل بحث ويبقى عليه الكود بتاعك، وزي ما فهمتكم الكل ما نقول، وبلاش ضغط على اولياء الامور اكتر من كده. في ناس بتقول هنروح السايبر وندفع فلوس وصلت في مصر ابتداء من 20 جنيه ل 150 و200 واستغلال، الموضوع مش مستاهل. بدل ما تروح السايبر امسك ورقة وقلم واكتب البحث في ورقة، وبعدين صوره بتليفونك وطلعهم، واصبح البحث معك. دي نمرة واحد. وبدل ما تعمل كده اصبر شوية لما نشوف يوم الاثنين. طيب في ناس بتقول انا هحمله على فلاشة، ليه تغرم نفسك وتخسر نفسك وتروح تجيب فلاشة بمية ولا بمية وخمسين ولا بميتين جنيه؟ كل المطلوب منك اسطوانة، هتجيب اسطوانة في 3 جنيه، وهتكتب عليها اسمك بالقلم الفلوماستر من برة. زي ما قلت لكم مش قصة، نسهل الموضوع، المهم يكون عندك بحث مكتوب الكود عليه. ما تشغلوش بالكم بموضوع اكبر من الموضوع نفسه، الموضوع كله ان هم طالبين حاجة نعدي بيها المرحلة دي، كأن اثبات حضور وغياب سيان، بس مين اللي جه ومين اللي ما جاش هنعرفه عن طريق الكود اللي موجود عندنا. يا رب تفهموا كلكم ان الموضوع مش بالسرعة دي، معانا لحد فترة كبيرة، انتظروا لحد ما وزير التربية والتعليم يقول هنسلمه ازاي. المطلوب منكم اليومين دول كل واحد يختار بحث في الفصل بتاعه او الصف بتاعه، يعني لو 5 ابتدائي دور على الموضوع اللي هتتكلم فيه، افتح كتاب المدرسة الترم الاول والترم التاني لحد ما وصلنا، وصدقوني الموضوع سهل جدا ومش محتاج اللي الناس عاملة ده كله. ارجو ان الموضوع يكون سهل عليكم، واي حد عنده اي استفسار اي تساؤل بخصوص موضوع الابحاث انا منتظركم في التعليقات وتحت امركم في اي وقت. مع السلامه.